مساء يا زلمه، حط لك ضوء هناك يا شيخ. ما حكينا بالموضوع والله، يعني احنا مركبين من جديد يعني بدك كشافين. لا تبعون الطاقه هذول الله يعطيك العافيه. لا لا الله يبارك فيك. بلادي ولا احفادي؟ انا بحكي لها اساسا احفادي. ولا يهمك، يعطيك العافيه. الله يعطيك الحال. حياك الله يا حاج. على مين؟ مش ابو عبد محمد عزيز على يميني انا. مش هنصدق نصيب يا عبد. بالنعم بالنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك. كيف صحتك؟ الحمد لله. انت لابس عشرة كوس زي ما قالوا. ولا شو بدي اسوي؟ لا بس مش الجميع. يعني ملتوتة. يعني اللي عايز. حياك يا الله. حياك الله ابو عزيز. ظل اتفرج على اليوتيوب تبعك. والله من امريكا متابع. انا من امريكا. ايوه دائما احسن يوتيوب. ظل اتفرج على عيني بتفرج على كل شغلك. ولا يهمك. حياك الله. الحمد لله. السلام عليكم. خلينا كنا عايشين في البلد. شريف كبير. تطلع شريف بس 8 سنين على مش تركيا. الله يعطيك الصحة والعافية. أنا دور بعضك وأعطيك الصحة. الله يبارك فيك. يعني انت مواليد 45 44 45 لما انت وقعت في المتري كان دخلت الاول ابتدائي. وين راح نسيم؟ ايوه ها نسيم صورك الدرجه. يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. ربنا يعطيك الصحه والعافيه. Thank you.
صوت يا شباب لو سمحت. هدوء 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 مع النبي يا جماعة. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويقول سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبع من السعادة، وذكر فيها الزوجة الصالحة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: أربع من سنن المرسلين، وذكر منها الزواج. وعندما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، عندما نزلت هذه الآية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في سفر، فقالوا: لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. أهل سلواد الكرام، الحضور الكرام، أهل حامد الكرام، أنا الحقيقة يسرني أني أكون الذي يطلب تستعجل لأنه الحقيقة سمير الخطيب رحمه الله كنت أنا وياه على مقاعد الدراسة وكنا يعني أصدقاء رحمه الله، فهو بمجرد ما طلب مني قلت له: طب يعني أهل سلوات هذول حبايبنا كمان. فالحقيقة جئت أمثل عين يبرود وآل الخطيب الكرام في طلب يد ابنتكم سيرين ماهر حامد. طبعا عائلة حامد هذه يعني ما حبايبنا، وآل الخطيب أيضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الموافقة فاتحة خير وبركة للعائلتين الكريمتين إن شاء الله. أهلا وسهلا. بداية نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا. نرحب بكم أيها الجمع الكريم من آل الخطيب ومن عين يبرود التي هي في عيوننا. نرحب بكم و نستذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ونستذكر في مثل هذه المناسبات قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخوتي الكرام، باسم
عائلتنا الكريمة آل إسماعيل بن أبي حامد، وباسم أهالي سلواد الذين حضروا للترحيب بكم نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبة، وتفضلوا واشربوا القهوة وصحتين وعافية إن شاء الله. طيب نتبارك بالفاتحة إن شاء الله. نقرأ الفاتحة على هذه النية بإذن الله الكريم. تفضل. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. 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 اهلا وس